ينضم إلينا من رام الله دكتور مراد حرفوش المحلل السياسي. أهلا بك سيد مراد، كيف يفهم هذا القرار من الجنائية الدولية باستبدال قاضي كان يعمل على استصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو؟ تحياتي لك وللسادة المشاهدين ولقناتكم عاصمة الخبر. لا شك بأن هذا الاستبدال الذي تقوم به محكمة الجنايات هو تأخير للإجراءات التي طالب بها المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرة توقيف واعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، باعتقادي بأن الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة على هذه المؤسسة القانونية أبدت يعني تأثيرا سلبيا على استقلالية هذه المؤسسة، إذا كان هذا الأسباب الصحية ليست واقعية وليست حقيقية في ظل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على هذه المحكمة الجنائية الدولية لعدم إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. وباعتقادي هذه المؤسسة إذا ثبت بأن هذا القاضي لا يعتريه أي أوضاع صحية يعني تشكل ضربة لمصداقية محكمة الجنايات الدولية، وباعتقادي أن المحكمة ما زالت يمارس عليها ضغط في عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، وخاصة أن أكثر من 5 أشهر وهي والمدعي العام يطالب القضاء بإصدار هذه المذكرة، ولحد اللحظة يتضرعون بأن هناك إجراءات قانونية وأدلة نقوم بها، على الرغم أن ما يرتكب على أرض الواقع يشي بأن هناك جرائم حرب ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، وهناك دلائل دامغة بأن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس هذه الحكومة اليمينية المتطرفة جرائم حرب وإبادة جمعية بحق الشعب الفلسطيني. وباعتقادي بأن الولايات المتحدة ما زالت توفر كل هذا الغطاء والدعم لدولة الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب مزيد من الجرائم، وتعطيل إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو سيشجع دولة الاحتلال وأركان هذه الحكومة على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني، وخاصة بأن الأمور في هذه اللحظات ستشهد مزيدا من التصعيد الذي ستوصل المنطقة أو ستجر المنطقة إلى حرب إقليمية إذا اتخذ قرارا خلال الساعات القريبة القادمة أو الأيام القريبة لا تزيد عن 48 ساعة في الضرب في الرد الإسرائيلي لضرب إيران. وباعتقادي الإعلام الإسرائيلي بدأ يتحدث بأن ساعة يعني قرب الساعة ضرب الرد الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأيام أو الساعات القريبة القادمة، وباعتقادي نعم بأن هناك قرارا لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي في يعني استخدام أقوى ما لديها من قدرات عسكرية لضرب يعني العديد من المنشآت العسكرية والبنية التحتية لإيران، مما قد تؤدي إلى رد كما يتحدث به أركان برضو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بس يكون هذا الرد بمستوى ما تتعرض له الجمهورية الإسلامية الإيرانية من ضربة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى بأن نتنياهو يريد جر المنطقة إلى حرب مفتوحة وجر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط إلى مزيد من التصعيد. نوايا نتنياهو يعني أصبحت معلنة من قبل الحكومة الإسرائيلية ليس في الخفاء، لكن فيما يتعلق بالنقطة المهمة التي نتحدث فيها الآن وهي فكرة استبدال قاضي بقاضي آخر بحجة أنه يعاني من مشاكل صحية، ما الذي سيترتب على هذه النقطة؟ ونعلم جيدا أن مذكرة الاعتقال التي طلب بإصدارها كريم خان المدعي العام للجنائية الدولية كانت تتضمن قادة حماس وهم الآن جميعا شهداء بعد استهدافه من قبل إسرائيل، لم يتبقى فقط سوى وزير الدفاع الإسرائيلي أوف جالانت كذلك أيضا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هم فقط في هذه المذكرة ما زالوا أحياء. ما الذي سيترتب على هذا القرار؟ هل سنرى تأجيلا إضافيا وأشهر من الانتظار حتى يصدر هذا القرار؟ السيناريو الآخر، ما هي أشكال الضغوطات التي قد تكون مورست على
أعضاء المحكمة الجنائية الدولية أو هذا القاضي بالتحديد حتى يترك هذه المهمة؟ يعني باعتقادي أن سيكون هناك مزيد من التأخير لإصدار هذه المذكرة ومزيد من التعطيل لإجراءات هذه المحكمة، وباعتقادي الولايات المتحدة هددت القضاء وهددت هذه المحكمة بقطع التمويل لهذه المؤسسة القانونية، وهي الدولة التي تشكل في دعمها الحصة الأكبر لاستمرارية عمل هذه المؤسسة، وهذا سيشكل إضعاف لسيرورة عمل هذه المحكمة الجناية الدولية، وأيضا قد يشكل تهديد لمصداقية وثقة الناس في هذه المؤسسة إذا ما تأكد بأن هناك ضغوطات حقيقية على هذه المحكمة الجناية الدولية لعدم إصدار مذكرة تحقيق. وشهدنا خلال الأربعة أشهر الماضية بالعديد من يعني التصريحات من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يطالب بفرض عقوبات على القضاة لعدم مطالبات لعدم إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت. وباعتقادي بأن الولايات المتحدة تمارس ضغط حقيقي على هذه المحكمة الجنائية لعدم إصدار هذه المذكرة، والدليل تأخير لإصدار هذه المذكرة واستبدال القاضي. وباعتقادي إذا ما يعني أثبتت بأن هذا القاضي مورس عليه ضغط حقيقي ستمارس أيضا على قضاء آخرين مزيد من الضغط لتعطيل عمل هذه المؤسسة وأيضا لتكميل قدرتها على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. وباعتقادي تستطيع الولايات المتحدة من خلال ما تملكه من أدوات لممارسة مزيد من الضغط وتكميل عمل هذه المؤسسات الدولية كما حدث في مجلس الأمن الدولي ويحدث في العديد من مؤسسات النظام الدولي وغيرها من الضغوطات السياسية والدبلوماسية التي تمارسها العديد من الدول لعدم الاعتراف في الدولة الفلسطينية أو الممارسة مزيد من الضغوطات على دولة الاحتلال الإسرائيلي أو فرض مزيد من العزلة السياسية على دولة الاحتلال. باعتقادي الولايات المتحدة هي من تترافع عن الاحتلال الإسرائيلي لمنع مذكرة اعتقال، وتقوم بدور تجعل من هذه المؤسسات الدولية غير قادرة على ممارسة دورها الحقيقي في محاسبة مجرمين الحرب، وخاصة عندما يتعلق الأمر دولة الاحتلال الإسرائيلي. وشهدنا ذلك عندما حدث في محكمة العدل الدولية وكانت إلى جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن مجرمين الحرب والحديث بأنهم لم يرتكبوا إبادة جمعية عن حق الشعب الفلسطيني، وكل الدلائل والقرائن تشير بأنها ارتكبت حرب إبادة جمعية بحق الشعب الفلسطيني وأيضا ممارسة التطهير العرقي، وهذا ما يحدث على أرض الواقع. هناك أكثر من 42 ألف شهيد في قطاع غزة، أكثر من 100 ألف جريح، تدمير كلي لقطاع غزة وإبادة جماعية حقيقية أمام مسمع ومرأة العالم. يعني الإعلام ينقل الحدث بالصوت والصورة، حتى توصيات المحكمة لم تطبق على الأرض، ومنها فتح مجال الإنسان ودخول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال القتالية وعدم استهداف المدنيين. كل هذه القرارات والتوصيات من العدل الدولية لم تطبق واقعيا على الأرض. السؤال دكتور مراد، المحكمة الجنائية الدولية التي لم تأخذ وقتا في إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، هي التي تؤجل وتسوف وتأخذ شهورا ثم تخرج الآن باستبدال القاضي بقاضي جديد ليبدأ الرواية من البداية. هل أصبحنا أمام تشكيك في المنظمات الدولية والمحاكم الدولية المفترض أنها تلتزم بالقانون الدولي والإنساني بالتحديد وتكون في مصلحة هذا الكيان الدولي الذي من المفترض أن يحافظ على حقوق الإنسان؟ هو المفروض هذه المؤسسات هي تطبق القانون الدولي، القانون الدولي الإنساني على كل من يخترق هذه القوانين، لكن عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني والشعوب العربية أو المسلمة تصبح هذه المؤسسات عاجزة عن تطبيق هذه القوانين وتتعامل بازدواجية معايير في تطبيق هذه القوانين. وكما ذكرت
بأن يعني محكمة العدل الدولية لم تطبق الإجراءات التي تتعلق بإدخال المساعدات أو عدم يعني ارتكاب إبادة جماعية، وارتكبت كل ذلك القضايا بحق الشعب الفلسطيني. وإضافة لذلك عندما يتعلق الأمر في دولة الاحتلال الإسرائيلي كأن دولة الاحتلال فوق القانون الدولي وفوق القانون الدولي الإنساني، وما هي الحجة لحد هذه اللحظة لم يصدر مذكرة اعتقال بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق نتنياهو ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكبون يوميا المجازر بحق هذا الشعب الفلسطيني، ويستهدفون ليس فقط المواطنين المدنيين ويستهدفون الأطفال والشيوخ والنساء، وإنما أيضا المؤسسات الدولية. لم يسلم لا العاملين في المؤسسات الدولية في قطاع غزة من صواريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهناك العديد والعشرات من الشهداء ممن يعملون في المؤسسات الدولية، وهناك استهداف مباشر للمؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، وكأن هذه المؤسسات تعتبر نفسها لا ترى ولا تسمع على ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. هذه ازدواجية المعايير التي تمارسها هذه المؤسسات، نعم، كأنها تقول بأن هذا الشعب الفلسطيني يستحق الموت، هذه الشعوب لا تنطبق عليها القوانين محاسبة من يرتكبون هذه الجرائم بحق القانون والقانون الدولي الإسلامي، إنما ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي كأنه أيضا فوق القانون والقانون الدولي الإسلامي، وأن هذه المؤسسات لا ترى ولا تسمع عندما يرتكب الاحتلال الإسرائيلي هذه الجرائم بحق الشعب. أشكرك، شكرا جزيلا دكتور مراد حرفوش المحلل السياسي، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك.